السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أمهات تلاميذ وكذلك الآباء اللي راكم تشاهدوا فينا. اليوم بإذن الله راح نديروا نموذج تحضيرا لاختبار الفصل الثالث في مادة التاريخ والجغرافيا. سأترك لكم هذا النموذج جاهز للطباعة في صندوق الوصف على شكل PDF، وأي استفسار زوروا صفحتي على الفيسبوك، سأترك لكم رابط صفحتي الفيسبوك في صندوق الوصف. أما بالنسبة للأمهات اللي ما عرفوش صندوق الوصف، فقط أكتبوا في الفيسبوك الأستاذة فريال، راح تخرج لكم صفحتنا الرسمية. إذا فلنبدأ على بركة الله. بسم الله. التمرين الأول، أجب بصحيح أو خاطئ. التقسيم الإداري للجزائر في العهد العثماني هو الدنوش. إذا هذه الجملة خاطئة، أكتب هنا خطأ. أنتقل إلى الجملة الثانية، الضرائب التي تدفعها الدول الأجنبية للدولة الجزائرية هي الإتاوات. إذن هل هي الإتاوات يا تلاميذ؟ جيد، إذن هي جملة صحيحة، أكتب صحيح أو صحيحة. شارك الأسطول الجزائري مع الدولة العثمانية في معركة نافارين سنة 1827. إذن هل هذه الجملة صحيحة يا تلاميذ؟ جيد، إذا هي جملة صحيحة، أكتب صحيح أو صحيحة، نفس الشيء. تميزت العلاقات الجزائرية الفرنسية بالمودة تارة وبالعداوة تارة أخرى. إذا أيضا هي جملة صحيحة، أكتب صحيح. هنا لم يطلب مني تصحيح الخطأ، لكن أنتم يا تلاميذ إذا طلب منكم تصحيح الخطأ يجب تصحيح الخطأ لأنه عليه النقطة. ننتقل إلى التمرين الثاني، من مقومات الدولة السلطة القوة الجيش. السلطة القوة الجيش. انقسمت بلاد المغرب إلى 6 دويلات، 5 دويلات، أم 3 دويلات. تحطم الأسطول الجزائري سنة 1830، 1827، أم 1518. سقطت الأندلس سنة 1492، 1392، أم 1592. من مقومات الدولة، إذن هي ماذا يا تلاميذ؟ إذن هي السلطة، هي من مقومات الدولة. هنا ندير دائرة للإجابة الصحيحة. انقسمت بلاد المغرب إلى 3 دويلات، إذن انقسمت إلى 3 دويلات قديماً. تحطم الأسطول الجزائري سنة 1827. سقطت الأندلس سنة 1492. ننتقل الآن إلى جزء الجغرافيا. التمرين الأول، عرف كل من المحمية الطبيعية والمجال المحمي. نبدأ مع المحمية الطبيعية. إذن يكتب التلميذ بخط جيد وواضح، هي مجال ينشأ، هي مجال ينشأ لغايات الحفاظ على ماذا يا تلاميذ؟ على الأنواع الحيوانية والنباتية، النباتية والأنظمة البيئية، والأنظمة البيئية. وماذا أيضا؟ وحمايتها أو تجديدها، تجديدها. إذن أعيد، المحمية الطبيعية هي مجال ينشأ لغايات الحفاظ على الأنواع الحيوانية والنباتية والأنظمة البيئية وحمايتها أو تجديدها. المجال المحمي هو ماذا؟ هو كل إقليم تمنع فيه، ونعمل نقاط، تمنع فيه ماذا؟ كل عمليات الرعي والحفر أو التنقيب. إذن نقول أنه مجال محمي. ثانيا الأشغال التي
تغير من شكل الأرض. إذا أي شيء يغير من شكل الأرض، من شكل الأرض أو الغطاء النباتي. إذا هذه الأشياء تمنع في المحمية، في المجال المحمي. ثالثا، كل فعل من شأنه الإضرار بالحيوان، وماذا أيضا يا تلاميذ؟ أو النبات، لأنه طبعا المجال المحمي يحتوي على النباتات وأيضا يحتوي على الحيوانات. ننتقل إلى التمرين الثاني. التمرين الثاني، أربط بسهم بين المحمية الطبيعية ومنطقة تواجدها. لدي محمية القالة، محمية ثنية الحد، الحظيرة الوطنية الهجار، محمية بلزما، تمنراست، باتنا، الطارف، تيسنسيلت. إذن هنا لدي الولايات وهنا لدي المحميات الطبيعية. نبدأ مع محمية القالة. محمية القالة تنتمي إلى ولاية الطارف. أربط بسهم فيكون سهم واضح. محمية ثنية الحد، إذن هي تنتمي إلى ولاية تيسمسيلت. إذن بهذا الشكل. الحظيرة الوطنية الهجار هي تنتمي إلى ولاية تمنراست. أما محمية بلزما فهي تنتمي إلى ولاية بازما. إذا وهكا يا تلاميذ وكذلك الأمهات والأباء اللي راكم تشاهدوا فينا، كونوا درنا نموذج تحضيرا لاختبار الفصل الثالث في مادة التاريخ والجغرافيا. هذا النموذج سأتركه لكم جاهز للطباعة في صندوق الوصف على شكل PDF، وأي استفسار زوروا صفحتي على الفيسبوك. أيضا سأترك لكم رابط صفحتي الفيسبوك في صندوق الوصف. حاولوا الاشتراك في القناة لكي تصلكم جميع الفيديوهات اللي راح نحطها في جميع المواد بإذن الله تعالى، وإلى فيديوهات أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.